أول شيء إحنا اليوم إجينا هون بأسم مدارس البطركية اللاتينية في البلاد، وخاصة بأسم المدرسة البطركية في الرامي، نستنكر هذا العمل الوحشي اللي قاموا فيه طفيليات اجتماعية. إحنا بنرفض إنه يكونوا بناتنا في هذا المجتمع، وبأسمي وبأسم هالطلاب الموجودين هون، الموجودين من كل بلاد، موجودين من كل الطوائف، من أول أهل طوبة، استنكارنا شديد جدا، ونشد على أيديكم إنه ما نصمت ولا نسكت في مواقف من هالنوع. أنا كرجل تربي وعندي طلابي، شرحنا لهم واستنكرنا هذا أيضا في جميع الصفوف في المدرسة، ولقينا إنه من واجبنا إنه نيجي لطوبة، لأنه طوبة عزيزة على قلوبنا جميعا، وخاصة على مدرستنا، لأنه فيها طلاب من طوبة، من هذه البلد الطيب. فكمان مرة بأسم جميع مدراء ومديري المدارس الكاثوليكية ومكتب المدارس الكاثوليكية في البلاد، نستنكر هذا العمل. وأيضا أريد أن أوجه كلمة إلى الشباب، إنه ما يكون ردة فعلنا انتقامية للمؤسسات اللي بتخدمنا، وخاصة في مواقف من هالشكل. فإذا كانوا في بعض الطفيليات هاي تصرفت بتصرف غير مسؤول، بنخلي السلطات تعاقبهم، وإحنا مش لازم نروح نحارب أو تكون ردة فعلنا بحرب مؤسسات بتخدمنا. كمان مرة، هدول الطلاب اللي شايفهم هون، أنا حكيت عدة مرات بعدة مناسبات إنه هن رح يكونوا القياديين للمجتمع، فيتعلموا من الأخطاء اللي عم بتصير في هالأيام، ويكونوا حكماء ويكونوا قياديين اللي بيديروا كل هالأمور بحكمة، ويكون مجتمع ناجح. شكر خاص للإمام والمسؤول عن المسجد، شكر خاص للأخ عبد الله المسؤول عن قسم المعارف، كمان للمؤذن هون ولمدير المدرسة اللي استقبلونا، وللطلاب أهل طوبة والمجلس الطلاب تبع طوبة. نشكر بشكل خاص كمان شركة نصيف اللي تبرعت لنا بالباص، وكل أهل طوبة اللي رافقونا هون. إحنا مستعدين نحط إيدنا بإيديهم، ولما في حاجة إنه نيجي نرمم ننطيهم الدعم المعنوي والمالي بأسم مدرستنا وبأسم أهل الرامي جميعا. أنا وطلابنا واللي بمون عليهم، إحنا مستعدين يعطونا إشارة. وإن أنسى بنساش أشكر كمان موقع العرب، وأشكرك بشكل خاص أخي أمين بشير، لأنك أنت دائما اللي بتوصل صوتنا وبتوصل أخبارنا لكل الجهات. شكرا للجميع كمان مرة بأسم الطلاب. احنا بنستنكر يا اهل طوبة، يا اهلنا، يا اخواننا، بنقولكم الله يصبركم، وان شاء الله تكون هي اخر مصيبه في مجتمع. احنا بدورنا برضه يا مدير المدرسه، بدون تسويق، احنا بدورنا كاهل البلد نشكرك، نشكر طلابك على حضورك، على مغازرتكم لنا. يعجز اللسان عن التعبير، احنا موجودين داخل المسجد اللي احترق، والمشهد والعيان أفضل تعبير لمواقف من هالشكل. نشكركم جدا على مواقفكم السليمة الحكيمة، ونأمل من الله أن تكون خاتمة أحزان في وسطنا العربي داخل المجتمع الإسرائيلي. لنا نوايا أنه نكمل مشوارنا، مشوار السلام، مشوار التسامح لكل الديانات، وهذا العمل هو عمل لشخص منفرد، هو مش عمل جماعي، والتعميم مش هو لا يخدم مصلحة هذه البلد، ولا يخدم مصالحنا العامة في هذا البلد. كل من يسعى ويغازر هذه البلد في محنتها التي إن شاء الله نتخطاها بهمم وقيادة حكيمة، من أهل البلد، من طلابنا، من شبابنا، وإلى الأمام إن شاء الله. بداية احنا طبعا انا شخصيا اقدر هذه الوقفة وهذه الوثبة الانسانية من اخواننا المسيحية
وخاصة لمدير المدرسة الأخ جيريس، لا نثمنها بثمن غالي ولا بمال ولا بشيء، إنما أثمن هذه الوقفة الإنسانية الطيبة المباركة. فعلا هذا أحدث شيئا من هذه الوقفة الإنسانية الطيبة المباركة للتضامن مع أهل طوبى الزنغية. فلذلك نرحب بكل هؤلاء الطلاب وهؤلاء الطلبة الذين أتوا إلينا ليساندونا بكلمة طيبة ولوقوف بجنبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبذلك نشكر جميع هؤلاء الطلاب الذين أتوا ليساندونا بإذن الله عز وجل لنستنكر هذا العمل البشع الإجرامي، وأن لا يعود ذلك على النفوس وعلى التربية، أن لا نتربى على مثل هذه الأعمال البشعة التي يكرهها الإنسان والتي تكرهها الإنسانية، أن لا تكون في أي ديانة من الأديان، وأن لا تكون في أي مكان مقدس الذي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. ذلك هؤلاء وهؤلاء الطلبة يستنكرون كذلك مثل هذه الأفعال الشنعة التي تغضب الإنسان، التي تغضب الإنسانية، التي فيها معاني الشر، التي فيها معاني الحقد والحسد على مقدسات ولا وعلى أي مقدسة، وليس فقط المقدسات الإسلامية. نحن ننكر كذلك، وحاشا وكلا أن يأتي يوما نرد أن يكون ردنا أن نحرق كنيسة أو كنيس أو غير ذلك. لم نتربى على ذلك، وليست هذه أخلاقنا، وليس هذا هو ديننا، وليست هذه سماحتنا، وليس هذا ما علمتنا إياه الإنسانية، وليس هذا ما علمنا إياه الرب سبحانه وتعالى. إنما نتحلى بالصبر بإذن الله تبارك وتعالى، إنما نتحلى بالأخلاق. هذه فتنة وهذه محنة وهذا اختبار من الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يخلفنا خيرا بإذن الله عز وجل، وأن نعيد المسيرة ونكمل هذا المشوار في هذه الإنسانية وفي هذه الدنيا. بارك الله فيكم، حياكم الله، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا في فريق طوبى الزنغية.